السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت، أنا عامل مشروع ما يعني مشروع خاص. أيوه. ومخصص من أول ما فتحت المشروع ده الحمد لله، وأنا مخصص 5% من نسبة المبيعات تطلع لوجه الله يعني. والنسبة دي كلها أنا ليا أخ، يعني هو يعتبر عنده أولاد في التعليم وكده وظروفه اللي هي شوية. فأنا يعني مخصص له النسبة دي نهاية الصعب. أفضل مخصصه على طول ولا أشكل مثلا أشوف حد غيره مرة وهو مرة؟ والله على حسب الأحوال التي أمامك. إن كان أخوك محتاجا فهو أولى من الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فإذا كان أخوك محتاج فهو أولى، غير محتاج يعني سدد وقارب جزء لأخيك وجزء لغير أخيك. السلام عليكم. الله يكرمك.